السيد الباشا مدينة زيوس، السيد رئيس المجلس البلدي، السيد رئيس السادة رؤساء المدارس الابتدائية بزيو، السادة رؤساء الثانويات الإعدادية بزيو، السيد مدير الثانوية التأهيلية بزيو، السادة رؤساء الجمعيات المنتخبون، بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم. ونحن الآن بالمناسبة في طور توزيع بعض الكتب المدرسية ومساهمة المجلس البلدي في محاربة الهدر المدرسي، وكذلك مساعدة الفئات المعوزة بالمدينة. ساهم المجلس البلدي بمبلغ حوالي 50,000 درهم موزع على المدارس الابتدائية والثانوية الإعدادية والثانوية التأهيلية. وقبل أن نتطرق إلى العدد، لابد أن احنا كمجلس بلدي أن ننوه بالدور الذي تقوم به الإدارة التربوية بمدينة زيو بالمدارس المتواجدة بمدينة زيو، الدور سواء التربوي أو التأطيري أو الإداري أو حتى المالي داخل المؤسسات، وننوه بالدور الذي يقوم به رؤساء هذه المؤسسات مع المحيط المؤسسة سواء مع المجلس البلدي أو مع السلطات المحلية أو غير ذلك. نحن نقدر وننوه بهذا الدور، وكذلك نسجل دخول المدرسي ديال 2014-2015، يعني دخول مدرسة لاحظت على الدخول المدرسي. من بين هذه التسجيلات كاين البطء في اشغال في انجاز ثانويه تاهيليه الجديده، ثم دخول مدرسي في على مستوى ملحقات ولاد بوريمي الى حد الان لم نسجل هناك الدخول المدرسي نظرا لبعض المشاكل التي تعرفها هذه الملحقه، وكذلك نسجل الاكتظاظ المتواجد بمجموعه من المدارس على مستوى مدينه زيو. هناك اكتظاظ خاصة على مستوى صلاح الدين الايوبي، ونطلب من السيد لم اقدمه السيد ممثل ديال النيابه، حضر معنا السي عبد القادر الخولاني الذي يمثل النيابه وهو رئيس مقاطعه التربويه المتواجده بزيو، تسمح نطلب منه ان يسجل هذه الملاحظات وباللغه السيد النائب. نحن كمجلس نسجل هذه الملاحظات فقط من اجل ان يجد السيد النائب حلول لها. هناك اكتظاظ في صلاح الدين الايوبي، نطلب منه ايجاد وطلبناه من السيد البور النائب السابق ان يحدث مدرسه على مستوى حي سكرافور، لانه يعرف اكتظاظا كبيرا. ثم عندنا اكتظاظ داخل بعض المؤسسات نسجله، وخاصه قد بلغنا بعض الشكايات من الاباء انه هناك اكتظاظ مع وجود فائض، مع وجود فائض. استسمح لان ربما السيد الباشا عنده التزامات وكذا. اذا سننتقل ونمر الى توزيع. قلنا العدد، المجلس البلدي ساهم ب 1620 كتاب مخصص الابتدائي، بالنسبه للثانوي الاعدادي 966 كتاب، بالنسبه للثانويه التاهيليه طلبنا من السيد المدير ان يوفر لنا العناوين المرغوب فيها داخل المؤسسه، وعنده واحد المبلغ مهم سيتولى صرفه بعد ان يمدنا به لائحه الكتب المتواجده. واحيل الكلمه للسيد رئيس المجلس اذا كان عنده شي توضيحات. اذا نمر للتوزيع. كاين التزامات ديال السيد الباشا غادي يمشي مع السيد الكاتب العام ديال العماله. كاين واحد الملاحظه فيما يتعلق بالمؤسسه التعليميه خاصه الابتدائيه منها، وكان مطلوبه من السيد الرئيس كذلك السلطات المحليه باش توفر لنا، يعني كاين بعض المؤسسات اللي يعني في مسخه شويه على المستوى ديال الدخل والمحيط كذلك، نطلبوا من بعض يعني البلديه باش توفر لنا بعض دير واحد الورش ديال النظافه على مستوى المؤسسه التعليميه في القريب العاجل، لان خاصه كاين بعض مؤسسات السيد الباشا بصفتك يعني كتمثل السلطه المحليه، مؤسسة عبد الله بن ياسين متواجدة قرب السوق، يعني باش نوفر عليك باش نوفر عليك كاع داكشي ديال الوسخ ديال 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 السوق كيتلاح تما. هذا الكبير ياسين الاخوان السيد باش عنده بزاف ديال الساده المديرين اللي تعطى عليهم بانهم حضروا.
تحضرهم على الاجتماع ودرنا الاجتماع كنا خاصة استدعيناهم كلهم ابتدائي الإعدادي الثانوي باش درنا برنامج بغيت نسالكم على الناس ديال البلدية مشكورين باش دار برنامج ديال تأهيل المؤسسات باش يكون نهار 8 يوم عيد المدرسة يكون مؤهلة ربما نظرا للأشغال الكثيرة وكتزامن مع أشغال أخرى ربما رحنا غادي يوصلوا ولكن كان البرنامج تنوعدك بأنه كاين برنامج كاين السادة المديرية اللي دازت هذه اللجنة راه دازت مع هما يقولوا لك شنو كاين العملية كنا دينا كان بعض الإعداديات الإعداديات والثانويات باش العمال وداك الشيء وكذا يساهموا شوية في النظافة وهذا والتنقية ديال المحيط مدرسة الأمل فهمتوني بفضل هذه الهيئة باش حنا هنا كنتمنى مع الله مزيد من التضحية ومزيد من العطاء وتنشكركم لا وجود لهذا المعنى انه يكون فائض ديال الأساتذة ويكون اكتظاظ داخل المستوى وكاين الحجرات باش نطبقوا ديك المذكرة ديال الوزير المحترم يعني مزيان وممتاز لكن اذا كان عندنا اساتذه فائضين والاقسام يعني متواجده وماش نديروا غير اكتظاظ فقط باجل نفيضوا اساتذه سته كاين في بعض المدارس سته ديال اساتذه فائضين واكتظاظ داخل الاقسام والحجرات كاينين لو كان نقصنا في الحجرات حنا غادي نقولوا ما كاين لا باس علينا نديروا هذا المذكره نطبقوها ولكن كاين فائض وكاين حجرات كنطلبوا من السيد النائب انه يدير تعديل البنيه التربويه المتواجده بمدينه زايو وعلى مستوى كما قلت يعني الثانوية التأهيلية المتواجدة في مدينة زيون وسجل صراحة كمجلس أن البطء الأشغال ديال هذا المقاول في الميدان لأنه احنا كنمروا عليها يوميا يعني الإنجاز ديالها بطيء جدا كنتمناو وكنقولوا السي عبد القادر الخولاني باش يبلغ السيد النائب أنه ما عندناش يعني الصبر لقد نفد وفي في السنة القادمة يجب أن تفتح هذه المؤسسة أبوابها لا يمكن أن تكون مسدودة بهذه الطريقة وشكرا الآن إلى كين أخواني المنتخبون أروح النقطة السيد النائب الرئيس بالنسبة للطريق الرئيسية بالنسبة للأمن للتلاميذ موفر خصنا نوفروا الأمن للتلاميذ لأن المنطقة الجنوبية لأن جميع المدارس تقريبا أنه في المنطقة الشمالية بالنسبة للحي سكرافور ولا الإعدادية ولا الثانوية ولا جميع كاين العبور على الطريق الرئيسية راه كيشكل واحد الخطورة كبيرة على أبناء المواطنين لهذا احنا كان عندنا القرار ديال سيروا الجولان في المدينة أنه غادي نديروا تما لي دودان ولكن خص بعد المصادقة ولكن أنا كنطلب من الإخوان ديال الأمن أنه في الايام الدراسيه ان يكون في المدخل ديال المدينه وخاصه هنايا عند الكروازما ديال الاعداديتين على الفاسي وعند الاخر بالجهه السفلى ثاني الجهه فين كان طوطال وداك الشيء راه كيشكل خطوره يكونوا الاخوان ديال الامن واقفين تما اثناء العبور ديال ابناء المواطنين الطريق الرئيسيه وشكرا شكرا على التصفيه ديال الطرق في زايو وغادي نديروا هذوك الوحدات موجوده عندنا مقرر عندنا انا مشيت مع الراجل نعم لا هذا مسؤوليه الجوائر احنا غنديروا تما المجلس البلدي على شكرا المجلس البلدي على هذه الخطوه هذه اللي كتساعدنا بزاف في محاربه الهدر ولكن انا عندي ملاحظه على هذا التوزيع حيت انه بدل وكان كيخضع للنسبيه لانه مؤسسه بحال على الفاسي جوج اللي فيها اكثر من 1100 تلميذ كتستافد من نفس العدد مع مؤسسات اخرى اللي عندها يمكن 500 فكنتمنوا ان يتخذ وخصوصا عندنا مآسي تما كتعرفوا ان غير التلاميذ اللي كيجيو من صلاح الدين الايوبي يوميا تما الاباء والامهات ما عنديش وانا بلغني انه 11 الكتاب في كل مستوى يعني 11 تلميذ يعني غادي يستافدوا في كل مستوى عندنا 350 ولا 300 وشي حاجه في كل مستوى راه صعيب باش نوزعوها وحتى انا نوزعوها ما نقدوش نعرفوا شكون اللي افقر فيهم بزاف فكنتمنى ان تكون هذه العمليه تكون نسبيه وتتعامل مع هذه المعطيات اللي قلت